حقيقة اليوم مكتبة باينري هي ربما تكون الأكبر من مكتبة في قضاء الرميثة، وهي بادرة جيدة. عندما نلاحظ هيك مكتبة متنوعة من ناحية الكتب، من ناحية القرطاسية، من ناحية وجود يعني كل المتطلبات اللي يحتاجها الأستاذ، يحتاجها الطالب، خصوصا نحن مقبلين على مرحلة الامتحانات الوزارية. اليوم الطالب أي شيء يحتاجه يلقى متواجد في مكتبة باينري. أيضا احنا ككادر مكتبة باينري وفرنا خدمة التوصيل المجاني. التوصيل المجاني يوم تشوفون الأجواء الحارة يعني يصعب على الشخص أنه يخرج، وفرنا له توصل إلى يعني الباب البيت. كذلك الكادر كله يعني يبذل قصار جهده من أجل توفير الخدمات للشباب. مكتبة باينري طبعا من المكاتب المهمة في محافظة المثنى، وتعتبر الآن أكبر مكتبة في محافظة المثنى. تهتم بالطلبة، تهتم بصورة عامة بكل شرائح المجتمع. وفرنا لنا تقريبا أكثر من 10 أقسام، هاي الأقسام تهتم جميعها وصوب مصلحة المجتمع الرميثاوي بصورة خاصة والمجتمع العراقي بصورة عامة. طبعا وفرنا جميع الوسائل التعليمية بالنسبة للأطفال، بالنسبة للروضات، بالنسبة للحضانات، بالنسبة للمدارس الابتدائية. وهذا الفشي يعني مو اجى من خلال تجربة بسيطة، خلال 4 سنوات هاي التجربة والخبرة ضفنا جميع جزئية بسيطة كانت أو كبيرة على مود نطور بها ونواكب تطور المجتمع. هنا المكتبة طبعا تهتم بالقارئ، تهتم بالمثقف بصورة عامة. هنا اكو اقسام يعني عدة بالنسبة للكتب، هنا موجودة كتب تنموية، كتب ثقافية، وكذلك هنا كتب دينية موجودة. الباحث كان ماجستير او دكتوراه او بكالوريوس راح يجد ضالته هنا بالمكتبة، بحيث المكتبة يعني هنا مستقبلا يصير يعني عقد ندوات، عقد نقاشات، عقد جلسات فكرية، جلسات شعرية. بالنسبة كشباب مدينة الرميثة انه نشوف مكتبة باينري فادتنا بالتوفير الكتب والقراءة بصورة عامة، بحيث انه ما عندنا اي متنفس او مكتبة عامة، مكتبة خاصة توفر لنا الكتب، فالتجئنا الى مكتبة باينري لانه وفرت لنا جميع الكتب واللي نحتاجه انه نطلع عليها ونطلع على الثقافات العامة. فمن خلال المكتبة وفرت لنا جميع الكتب، وحتى الكتاب اللي ما متوفر ممكن نطلبه من المكتبة ووفروا لنا بفترة كلش قصيرة.